مساء الخير اصدقائي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم نور شو في الموسم الثاني حلقه اليوم حلقه فنيه بامتياز ضيفي الفنان القدير اللي شارك في كثير من الاعمال اعمال الدراما السوريه حقق كثير من النجاحات انتقل من الوطن العربي الى اوروبا رحبوا معي بضيفنا الفنان الاستاذ سليم شريقي اهلا وسهلا فيك سليم في برنامج نورشو في الموسم الثاني ألف شكر لهي لهذا التقديم إن شاء الله يكون بيستحقه يعني أستاذ سليم لو سمحت قبل ما نبلش حلقتنا في تقرير أعدوا عنك الزميل عمار دندش شو رأيك شوفوا مع بعض ونرجع نبلش الحلقة أوكي أوكي مع بداية الثورة السورية انحاز إلى قضية شعبها ومع توغل النظام السوري بدم المدنيين، اضطر الفنان سليم شريقي ابن مدينه اللاذقيه للجوء خارج سوريا، حاملا معه ارشيفا غنيا يمتد لسنين طوال، عشرات الاعمال المسرحيه والدراميه، جسد فيها شريقي الكثير من الشخصيات التي لامست الواقع، وعكست هموم الشارع. فانكم تصلون خارجه فلا يقع ما تخشاه. وصل الممثل سليم شريقي إلى النمسا بعدما ركب البحر مجازفاً بحياته في سبيل مبادئه، وكانت رحلته محفوفة بالمخاطر ضمن ظروف مناخية وإنسانية صعبة، وبذلك دفع الفنان ثمن موقفه الأخلاقي لم يمكث شريقي طويلا في النمسا حتى تعرف على مخرج نمساوي، وسرعان ما انضم الى فريقه فشارك ببطوله العديد من المسرحيات باللغه العربيه والالمانيه كرحلات جوليفر وحلم ليله صيف، ثم اتجه لكتابه مسرحياته الخاصه فكانت دره التاج مسرحيه وسط الدنيا وهي مونودراما تتحدث عن سوريا بثقافتها وحضارتها وعن ما حل بالشعب السوري جراء حكم النظام الدكتاتوري. تحدثنا عن نفسك بعد اذنك باختصار آه بكل بساطه سليم شريقي فنان سوري من اللاذقيه متزوج عندي اربع اولاد وعندي كمان اربع احفاد ما شاء الله الله يخليك يا عوني خلي الله. لي استاذ آه سليم اين سليم شريقي من الثوره السوريه لما كتبت مسرحيتي وسط الدنيا قلت جملة بقلب المسرحية هي بتعبر تماما عن اللي انا عشته ضمن فترة السنتين اللي عشتهم في سوريا ضمن الثورة السورية. كتبت قلت: عشت الحرب في وطني اكثر من سنتين ولكني لم اعد احتمل منظر القتل والدم هنا وهناك وهنا وكنت, وكنت اعلم انني اذا تكلمت, تكلمت او اعترضت أو, او حتى عبرت, حتى عبرت عن استيائي إيه 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 سوف, سوف اقتل مثلي مثل الاخرين. الآخرين. كثير من ابناء الشعب السوري قتل بالمعتقلات تحت التعذيب، فكتبت جمله بضمن مسرحيتي: حتى تعذيبهم ليس انساني. وفعلا انا عشت ثوره بسوريا يعني قرابة السنتين أه كل يوم كنت أشوف من المشاهد اللي تدمي القلب مع ذلك كنت صابر لعله يطلع نور بس بالنهاية ما قدرت أتحمل بنفس الوقت أنا عندي أولاد شباب لازم أمنن لحتى اقدر انا تابع شو مسيرتي يعني. فكانت رحلة عذاب حقيقية من انطلاقي من سوريا واللحظة اللي بلشت اشعر بالبرد لانه بعيد عن وطني او راح يكون بعيد عن وطني سعد الله والنوس قال جملة شهيرة لا. نحن محكومون بالامل انا بضيف بقول نحن محكومون بالاشتياق للأسف تقطعت أوصالنا ما في أسرة إلا توزعت على كل أنحاء أوروبا إلى درجة أنه الأب يشتاق إلى الإبن والإبن يشتاق إلى الأب والأسرة وهو. فهذا هو فهذا من الاشياء المحزنه واللي بتخلي فعلا القلب ينفطر على هيدي هيدا البعد انا كفنان ما قدرت ابدا اتحمل هذا هذه هيدي المشاهد فكان لابد انه اطلع لانه انا بعرف انه اي كلام اي نقد اي شيء راح راح يكون مصيري مثل مصير كثير من زملائي الفنانين اللي اللي ماتوا الله او اللي انقتلوا تحت التعذيب رحمهم الله أستاذ أه سا سليم الثوره السوريه كشفت اوراق كثير من الفنانين اللي كنا نعتقد من مسرحياتهم من مسلسلاتهم أنهم فعلا بيعطوا وجع الشعب بقدوه بشكل بيأد رهيب لكن وقت اللي اجت الثوره صار يأدوا ادوار التمثيليه ايضا لكن بالعكس صاروا هن بصف النظام وصار الضعيف اللي اللي ما بقى له اي مجال يعني ما بقى يحسن يسكت خرج من الـ من الـ من البلد هل هؤلاء الناس الذين استغلوا هذه الفرصه اللي هي يعني يعني وقت الثوره استغلوا هل هم على حق فعلا انضمامهم لبشار او للنظام السوري ولا هم فعلا على باطل برايك الشخصي من بدايه طبعاً هو قبل ما نحن كنا نسمع اسماء كنا نحب نشوفهم لكن للاسف بعد ما وقفوا هالوقفه صراحه انا احد الناس وقت اسمع اسمهم او اشوفهم على التلفزيون باي شيء فورا اقلب يعني تفضل من بدايات فنان دريد الحام من بداية مسرح الشوك كان هناك كثير من الانتقادات للنظام للمؤسسات لكل شيء بسوريا إلى يومنا هذا ما زلنا نرى على الشاشة الصغيرة الكثير من الاعمال التي تنتقد النظام تماما فأنا بستغرب انه كيف فنان بيعرف كل هذا الامر، كل هي الافعال ما قدران وطبعا ما قدران يقول الحق يعني فأساته بسوريا ليه؟ هي ما هو الدافع يعني ايش السبب؟ انا عم بشوف الظلم قدامي، عم بشوف القهر، عم بشوف القصف والدمار والخراب كمال هالكرسي ولسه بقيه الظالم في شيء اكيد مو طبيعي في الموضوع يوما ما قلت لاحد اصدقائي الفنانين انت فنان انت يعني انت لكل الاديان لكل الطوائف تماما لكل الشعب بدون احزاب آه الفنان مو ملك نفسه آه دائما في كل لحظه هو حامل رساله إن كان بتصرفاته بالشارع حامل رسالة إنه هو فنان في المطعم بين أصدقائه مع أسرته كل هاد بخليه هو ملتزم أو لازم يكون ملتزم بإنه هو فنان فأنا بستغرب كتير كتير من فترة شهر تقريبا قامت الثورة في لبنان تماما فتفاجأت انه كثير من الفنانين اللي الفنانين يعني آه اللي كانوا عم بعرضوا النظام، اللي عم يعرضوا الثورة صاروا مؤيدين للثورة اللبنانية بالضبط، أنه كثير من الفنانين السوريين باركوا هي الثورة. طيب أنت كيف يعني كيف قدران تتوازن؟ أنت باركت الثورة في لبنان وأنت ضد الثورة في سوريا. طيب آه هذا الشعب اللي هو موجود عملياً قبل الثورة، هو موجود في أغنى دولة في العالم تقريباً لا يملك قوت يومه هذه هي مشكله حقيقيه. يعني. تماما. يعني هذا الانسان اللي اللي بيعرف انه بلده غني كثير كثير وهو ما قدران ياكل، لازم يشتغل ما في مواطن سوري بيشتغل اقل من 17 ساعه لحتى يقدر ياكل ويشرب بشكل انساني. تمام. فهو مو عايش بشكل انساني، هو فقط ياكل ويشرب بشكل انساني، وهذا امر كثير كثير صعب. تمام فوقت قلت نحن محكومون بالاشتياق ليس فقط في الغربه حتى في الوطن تماما انا لما بدي طول 12 الى 17 ساعه ما أشوف اولادي فهذا كمان اشتياق تماما لانه في قسم من هذا الوقت المفروض يكون انا مع اولادي فيه اصدقائي فاصل ونواصل رجعنا لكم اصدقائي من جديد، مرة ثانية بالفنان الأستاذ سليم شريقي، أهلاً وسهلاً فيك أستاذ سليم في برنامجنا. يا أهلاً وسهلاً. أستاذ سليم أنت شاركت في أكثر من 100 عمل درامي سوري لابد إنه يكون في هناك عمل، عملين ثلاثة تحسهم قريبين إلى قلبك، تحدثنا عن هالأعمال. بالبداية بحب أقول شغلة إنه يعني كيف ابتدى سليم شريقي بالفن. بعام 1973 بفرقة كشفية ابتديت ضمن هي الفرقة كان عندهم كنت أنا شاب صغير كان عندهم فرقة مسرح وفرقة غناء فأنا كنت مشترك في الفرقتين ما شاء الله. بس كنت ميال إلى المسرح أكثر ما شاء الله هذا الحكي بعام 1973 وظليت إلى هي اللحظة بس طلعت على اليونان درست مسرح في اليونان ورجعت كان بلش التلفزيون الخاص لانه قبل التلفزيون الخاص كان في عصابات في التلفزيون العربي السوري انه محتكر يعني مقتصر فقط على فلان وفلان وفلان أه. وقت التلفزيون الخاص بلشنا نشق نشيطريق نشق طريقنا بشكل بسيط وخطوه خطوه يعني تماما ابتديت بعمل سهرة تلفزيونية مع الفنان هيثم حقي اسمها الدوار هي اللحظة ما بنساها أبداً إنه أنا ما بعرف شو يعني كاميرا وما بعرف كيف وقف قدام الكاميرا وشو معنات خمسة أربعة ثلاثة اثنين أنا بعرف أظهر إحساسي بالنسبة لي لازم يكون بكفي تماماً طلع الأمر مختلف في حالة مختلفة جداً عن المسرح. وشوي شوي قدرنا نحن نتعامل مع الكاميرا و... في اعمال طبعا الفنان بتضل جواته حاف يعني محفوره جواته من الاعمال اللي انا كتير كتير بحبها وبتشرف انه انا اشتغلت فيها هو مسلسل الاجتياح اجتياح اللي هو بيحكي عن معركه جنين وهو من اخراج الفنان المرحوم شوقي الماجري الله يرحمه كان هذا العمل مشروع شوقي المجري آه أنا كنت أخذ شخصية محمود أبو حلوة أحد المجاهدين الفلسطينيين مه. بالسينما أنا عملت فيلم قصير اسمه غرفة سمير هو كمان بيحكي عن الحالة الفلسطينية ضمن فلسطين وهذا العمل انا تبرعت باجري ما شاء الله ما اخذت اجر تبرعت باجري للعائلات الفقيره الفلسطينيه الله يتقبل يا رب مشاركتك في مسلسل عمر الفاروق عمر كمان مسلسل عمر من الاعمال الجميله اللي بحبها انا رغم انه هو غني جدا في الممثلين من كل انحاء الوطن العربي اعتقد انه في 400 ممثل او اكثر يعني ما شاء الله كنت اخذ انا شخصيه صفرونيوس اللي هو يعتبر تقريبا هو الكاهن الاول لبيت لحم او هيك شيء يعني فاختارني المخرج حاتم علي لهذا الدور وكان تصويري بالمغرب وبسوريا ولما انعمل المسلسل فيلم بشكر الله انه كان دوري كله ضمن هيدا الفيلم <applause> ما شاء الله لما كنت والي سمرقند مسلسل ابناء الرشيد الامين والمامون اللي حاز على الجائزه الذهبيه بمهرجان القاهره ما شاء الله كمان هو من اخراج المرحوم شوقي الماجري انا كنت عم بلعب في دور رافع بن الليث والي سمرقند اللي حاليا هي كازاخستان <applause> استمر تصويري بهذا العمل تقريبا شهرين ومن الشغل يعني من الامور الجميله انه نحن صورنا هو طبعا عمل رمضاني يعرض في رمضان تماما ب 28 رمضان كنت عم صور بالمسلسل وكانه على الهواء مباشره ما شاء الله بس كان شيء جميل كثير كثير انه المسلسل حقق هيدا هيدي المرتبه في مهرجان القاهره أه وشوقي الله يرحمه يعني إنسان مميز مخرج مميز حقيقي. يعني لا يعتمد على نص فقط يعتمد على النص يعتمد على كيفية إظهار الحس الحقيقي لهذا الدور كيف ينبش الممثل في إنه يظهر أحساسه بالدور اللي عم يعمله خسرته طبعا الدراما الله يرحمه طبعا طبعا الله يرحمه أه... أستاذ سليم خلصنا من سوريا والدراما وكذا رح ننطلق معك بعد الفاصل إلى النمسا وكيف وصلت إلى النمسا تمام؟ بس. أصدقائي رح نرجع إن شاء الله فاصل ونواصل ورجعنا لكم أصدقائي مجديد من جديد من مرة ثانية بسان سليم أهلا وسهلا فيك استاذنا يا إيه أهلا بك سليم كيف وصلت إلى النمسا وليش اخترت النمسا بالذات لما ما عدت اتحمل هاي المناظر بسوريا رغم انه انا بسوريا كان شغلي جيد كنت مدير لشركة دوبلاج وصوتي باص كان مرغوب كتير كتير يعني الله. دخلي والحمد لله كان جيد، بالاضافة ل كان عندك شركة خاصة؟ تقريباً تعتبر شركة خاصة. اها. واشتغلت كثير من الأعمال الدرامية التركية ولا الهندية ولا حتى الأميركية بصوتي. ما شاء الله. أه حتى في عمل مميز اسمه قصة شتاء، هذا العمل يعني أنا حولته لدوبلاج دوبلاج دراما. مه. نرجع لموضوع السؤال فانتقلت من سوريا للبنان من لبنان رحت على تركيا قعدت بتركيا تقريبا اسبوع ونص بعدين عرفت انه في شيء اسمه بلم ولازم نطلع فيه ولا بعرف شو طبعا حاولت انه اروح على اليونان عن طريق الفيزا للاسف كان بوقتها طالع قرار انه ممنوع اي سوري رغم انه انا جواز سفري فنان من قبل كنت اطلع لاي دوله انا قدران اطلع عليها أو بدي اطلع عليه. بعدين اكتشفت إنه ما في إلا طريق اللي بسموه طريق التهريب. وللأسف كانت هي من أصعب الرحلات اللي 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 طلع فيها بشر يعني. مع الأسف طلعت بالبلم لمدة تقريبا 12 ساعة. 47 شخص ضمن قارب هوائي يعني لا يتحمل هذا العدد ولكن طلعنا 12 ساعة تماما وصلنا لجزيرة اسمها ايجاريا ما في بوليس بايجاريا لانه ما حدا بيتوقع انه حدا يجي من ازمير لايجاريا يعني نحن بقينا كان ثلاث ساعات ومصير ببيريوس بي بي يعني فاستغرب لما استدعوا البوليس استغربوا انه انتم جاي من ازمير لهم انه ما طبيعي يعني ضمن حاله موج عاليه <applause> وبرد انا طلعت بشهر ال 12 وصلت على اليونان بعيد بعيد الميلاد يوم عيد الميلاد وصلنا اعطونا اوراق بس للاسف قبل ما يعطونا الوراق انا سجنت بمعتقل لمده تقريبا 13 يوم باليونان ما في دولة أنا مريت فيها إلا سجنت فيها لأنك داخل دخول غير شرعي يعني ما بعرف بس الدول كلها بتعرف اللي عم بصير في وطن في وطننا يعني بس دول كتير عاملتنا وكأنه عالي عليهم أو مجرمين بعد شوي يعطونا أوراق نظامي إذن كيف أنت كيف أنت يا دولة أعطيتني ورق نظامي باللحظة اللي أنت سجنتيني بهالطريقة هي بعد 13 يوم من المعتقل أخذنا أوراق أنا بالأصل يعني قلت لك أنا عامل يعني دراستي باليونان <applause> فالثاني الثاني متذكر اللغة اليونانية تذكر اليوناني ف... أصدقاء في اليونان رحت لعندهن طبعا بحالة ورثة له من التعب القهر طلعت من سوريا معي ثلاث شنتات صغار وصلت على اليونان بشنطة واحدة بعدين قال لابد إلا نطلع حاولت اطلع بالطيران أكتر من مره فشلت. بعدين قالوا لنا في مجال نطلع عن طريق البر؟ طبعاً اللي معي كنا نحن فريق تقريبا شي 14 15 واحد مه. لما طلعنا بالبر، كلهم شباب فيقولوا لي وكلهم ينادوني عمو. آه لانه ما معقول نحن طالعين بر ومشي وتعتير ويجي لي استاذ استاذ ايه كتير يعني تيلي. فكلن يقولوا لي إنو يعني بنعتبرها رحله استمرت الرحله للاسف من بعد راس السنه بيومين يعني بثنين كانون الثاني وصلت على اليونان ب 18 شباط كله على الطريق كله على الطريق طبعا بين طلعنا اول شيء على مكسدونيا او مقدونيا من الا أه بين مقدونيا وصربيا في جبال غير عاديه تلج اول مره بشوفه بهالطريقه وبهالشكل هذا وبهالحجم هذا يعني مشينا بالثلج لوسطنا كان الثلج ضليت تقريبا ست شهور او أكتر رجلي يعني قدمي اثنين أه سود من التلج الله مستعان لحظة ما بنساها أبدا بين مقدونيا وصربيا جبل عالي كتير كتير لازم نطلعوا لفوق وبعدين ننزل من وصلنا بصربيا وقت وصلنا لفوق خالص عملت استراحة أو عملونا استراحة للمهربين يعني فوقفت لحالي عم دخن سيجارة أنا شو جابني لهون؟ وين أنا؟ ليه أنا هون؟ شو بدي أعمل هلا؟ وين بدي أروح؟ ما كان في هدف قدامي، ما بعرف لوين بدي أروح. بعد شوي نزلنا على صربيا بصربيا للأسف إنه ما استقبلونا سجنونا ورجعونا على مقدونيا. والطريق ذاك اللي راح على الفاضي. وطبعا لا يعني ضمن الطريق انا عم نام اوقات بالزريبه اوقات بمكان خراب اوقات ب... يعني انا واللي معي طبعا يعني ردينا رجعنا من مقدونيا لصربيا بنفس الطريق بعدين طلعنا على صربيا رحت على كمب بصربيا الكمب عرف انه في فنان جاي على على هذا الكمب فكان كثير محترم الشيف او الرئيس رئيس الكمب تعامل معي بطريقه لطيفه كثير كثير. فتعرفت على محاميه بصربيا حبت انه تعمل شيء للشعب السوري او لل... لهذا المجتمع اللي اجى جديد على على صربيا. نعم. وتفرجي الصربيين شو يعني سوريا؟ شو يعني حرب؟ شو فاقترحت علي، فالفت مسرحيه بيوم واحد هيك مشهد واحد بيوم واحد وقدمته ب بصربيا ب بلغراد وحضر كثير من المسؤولين وحضر وكان بيهمني هذا الموضوع انه حضر كل رؤساء الكمبات اللي كانت موجوده بهي المنطقه حضروا. فحتى التعامل مع السوريين اختلف وهذه انه رساله وصلتها بالضبط هي يعني كمان انه هي كمان رساله. بعدين طلبت من الرئيس الكامب انه انا بدي اجازه. هو بيعرف انه انا بدي الاجازه لاهرب يعني. فاعطاني اجازه، بيعطيها هو بالعاده 24 ساعه. حس بانه ما راح يكفيني الموضوع فاعطاني 72 ساعه. ب 72 ساعه كنت خارج قصر. طيب ولوين؟ بعدين يعني شو <applause> أوكي. طلعت من اليونان ما عندك مخطط وين تروح ما في في اي مخطط انه اوروبا اوكي اوروبا بس لوين باوروبا يعني ما بعرف وطلعت معي مبلغ محترم يعني مبلغ كبير وصلت على اليونان او على عفوا على النمسا منهك تعبان كتير يعني الشكل الخارجي شكل لا يحيي بانه في انسان عايش يعني وصلت الساعة 12 بالليل تقريبا او وحدة فالمجموعة اللي معي اسا عندها هي الحيوية كلهم شباب ما شاء الله فاللي بده يروح على السويد واللي بده يروح على المانيا واللي بده يروح على النرويج واللي فسألوني لا لا لا, لا انا خلصت هون في هون خلصت بالنسبه لي هي اخر محطه خلص ما عاد فيني آه الى درجه انه بيرجعوني رجعوني ما عاد فيني يعني ما عاد ما عاد في قوة لا بدنية ولا إحساس ولا خلص انتهى كل شيء بالنسبة لي خلص هون وخلص يعني شهر شوي تقريبا انتم هالوقفه هي عمليا هو من سوريا اكثر لانه انا طلعت من سوريا ب 19 11 2013 مه. وصلت على النمسا على النمسا ب 18 2 2014 يعني رحله حقيقيه او رحله عذاب حقيقي الله المستعان ضمن مسرحيه وسط الدنيا انا كتبت أنه ما من واصل إلا وقد باع كل ما يملك حتى يصل إلى مكان آمن ضمن, ضمن قارب هوائي تتقاذفه الأمواج هنا وهناك وكل من كان معي في المركب خائف فهو خائف من البحر خائف من العودة وخائف من الوصول إلى البر الثاني فهو لا يعرف ماذا ينتظره هناك هذا من الوجه بضمن مسرحيتي وسط الدنيا. وصلت للنمسا آه، لقيت سياره جايه باتجاهي ما بعرف شو هي يعني فهويت إلا فطلع بوليس. وهن ما مشغلين تاعين الاضواء البوليس مه. فطلع بوليس قلت له انا من سوريا جاي اسلم نفسي. بغايه من الاحترام اخذوني طبعا سجنوني يوم. مه. تاني يوم آه اعطونا اشياء بسيطه من اجل الحمام وفطرنا فاجوا مترجمين مشان يعملوا معنا حوار او استجواب فكان في مترجم اسمه منى هي شافتني استغربت وسلمت علي بحراره وكذا البوليس استغرب انه منين تعرفي؟ قالت له هذا بالمعروف انه هذا فنان سوري يعني ففز زرني واحترمني اكثر وكذا قال لي بتدخن؟ قلت له ايه فطلع لبرا جبلي لي باكيت واعطاني اياه لانه انا ما كان بقى معي ولا سيجاره حتى فطلعت دخن سيجارتين رجعت عملوا تحقيق حطوني بكم اسم او فرزونا على كم كبير ضخم جدا اسمه ترايس كيرخن او ترايس كيرخن قعدت بالكم هيدا شهر بعدين انفرزنا رحت على قريه اسم أونكن تابعة تابع لسالسبورغ <applause> كمب بقلب اونكن قعدت فيه شهر بعدين اخذت بيت بقلب اونكن لما انا اخذت حصلت ال... الاقامه حصلت الاقامه قبل ما حصل الاقامه تعرفت على مخرج نمساوي اسمه راينهولد تريتشر ما <applause> هو رئيس مسرح اكتسي اشتغلت معه كان لقائي معه ب 15 حزيران 2014 اشتغلت معه طبعا تعرفنا على بعضنا هو رجل محترم بطريقه غير عاديه وفنان حقيقي جدير انه يحمل هذا الاسم هو نمساوي هو نمساوي فنان من الداخل وفنان بما عنده من معلومات حول المسرح فكانوا عم بحضر لمسرحيه اسم الجره المكسوره <applause> تسير بروخ نجروك. هيدا هو آه، فالمسرحيه في عده لغات ففي دور المفروض يكون بالانجليزي او بالروسي بال... بتصور ما بعرف فحولته للعربي واشتغلت معه المسرحيه بالعربي هذا اول عمل هذا اول عمل لغه التواصل بيني وبين المخرج شوي بالاشاره وشوي بالانجليزي فبالنهايه لغه المسرح لغه واحده ده. لغه عالميه لغه واحده فاشتغلت فهو حس بانه هذا الرجل فنان فاشتغلت مع هي الفرقه تقريبا شيء 12 عمل مسرحي ما شاء الله منهم اربع اعمال من ادوار البطوله اذا ما كنت بطل العمل يعني. ما شاء اللي خاصه هو مسرحيه جوليفر جوليفرز رايزن رحلات جوليفر <applause> فهيدا عمل انا كثير بحبه انه انا كمان كنت جوليفر اخر عمل مسرحي معي الفرقة كان مسرحيه حلم ليله صيف للمؤلف شكسبير ويليام شكسبير فابتديت مع الفرقه قبل ما احصل على الاقامه بشهر السادس او السابع تقريبا حصلت على الاقامه اخذت بيت لوحدي كمان بامكن ضليت ممكن قرابه الاربع سنين طبعا بعد سنه تقريبا اجت مرتي واولادي وكنت عم بسعى جاهدا نطلع اولادي الشباب لانه انا ما قدران نخليهم يحاربوا يعني مع مين ولمين مين كيف فقدرت أطلع كل عيلتي الحمد لله الحمد لله وهذا يعني بالنسبة لي هذا أكبر إنجاز أنه أنا بقدر ما أنا متألم ومجروح على وطني وعلى أبناء وطني بقدر ما أنا مرتاح أنه أقل شيء أنه أنا عائلتي بخير آمنة بمكان يحترم الإنسان بمكان لا يعتبر الإنسان كحيوان ف ضمن هي المسيره البسيطه كان لي تجربتين في العمل الخاص التاليف واحد منهم فكرتي اللي هو اسمه انعكاس او شبيجلن والثاني كان عندما ديرفيلت وسط الدنيا وسط الدنيا بالنسبه لي الكل باللغه العربيه طبعا هو انا اشتغله باللغه العربيه الفه باللغه العربيه وبعدين ترجم <applause> وسط دنيا هو مونو دراما انا مثلت الحاله باللغه العربيه هلا بهي اللحظه بعدين بعد 30 سنه او 25 30 سنه بيجي ابني بيرجع على وطني او على وطنه فبيرجع على بيتي بيتذكر بشوف نظاراتي بشوف فبيقول الحوار نفسه أنا بهي المسرحية عم خاطب التاريخ لأنه ما قدرت حدا يخاطبني مين بدي خاطب يعني اشرح له وجعي يعني قلت أنا بخاطب التاريخ اللي هو بيسجل كل شيء حتى بيسجل الألم والفرح والحب والمأساة بألم بارد هادئ تماما فكنت خاطب التاريخ فوقت رجع ابني ايضا خاطب التاريخ بس قال الحوار باللغه الالمانيه أه هذا من الاعمال اللي انا بحسها انه هي رساله فنان تجاه وطن رح ناخذ فاصل ونرجع نكمل <applause> اصدقائي فاصل ونواصل ورجعنا لكم اصدقائي جديد من جديد بنرحب مره ثانيه باستاذ سليم اهلا وسهلا فيك مره ثانيه استاذ سليم حبيبي أستاذ سليم طبعا انت كما بتعرف انه فيينا هي عاصمه الفن طبعا هل لك عمل من من اعمالك قدمته في فيينا بالذات بصراحه طول ما انا بالنمسا كنت افكر انه كيف ممكن انا اوصل لفيينا يعني. قدمت عملي وسط الدنيا بكثير من الاماكن بمهرجان المونودراما بميونخ <applause> بسالسبورغ بسالفيلدن وممكن سانت يوهان بونجا وهلا عم حاول اقدمه بفنلندا ما شاء الله بس عندي صديقي الفنان نوار بلبل بنوجه تحيه بنوجه تحيه آه من خلاله تعرفت على انسانه رائعه جدا اسمها ماري تيريز كرياكي كانت ضيفتنا في حلقات سابقه <applause> فهي كمان مسؤوله عن رابطة المرأة السورية النمساوية حكيت مع الست ماري فأبدت رغبتها في أنه لا مانع فبعثت لها أنا نص المسرحي ففورا كان الجواب انه اوكي ما في مشكله حددنا وقت للعرض انا معي مخرج ممثل من اصله من كازاخستان أه. أنا كنت والي دو لا, دو لا. دو لا. <تصفيق> <أسمع>. <تصفيق> بس هو عايش بميونخ هو اللي عم بيمثل دور ابني بالمسرحيه فبعد التواصل هيدا جيت على فيينا اخيرا وراح لك شغله صغيره انا قدمت دعوه للرئيس النمساوي ليحضر المسرحيه بحرحية. طبعا اجابه بكل احترام آه انه هو بهذا اليوم خارج النمسا طبعا بوجه له شكر كبير بوجه له شكر اكيد آه ماري تيريز كرياكي آه اهتمت بالموضوع الموضوع جيت قبل يوم من عرض المسرحيه على فيينا وتقابلت مع رئيس المسرح آه لاليش تياتر آه بوجه له تحيه له ولمدامته تحيه أخذ أبعاد المسرح أنه شو ممكن أعمل كيف ممكن أحط الديكور إلى آخره وأنا ديكوري بسيط كتير كتير بقدر أتنقل فيه بسيارتي وين ما بدي يعني <applause> بعد شوي وقت صار موعد العرض كان في شعور مختلف بالنسبة لي لسبب أول شيء بفيينا الشغلة الثانية والمهمة كتير كتير أنه لأول مرة بعرض 80% من الجمهور سوريين او عرب يعني. ما شاء الله فكنت عارف انه اي كلمه انا عم اقولها راح تنسمع بشكل صح بدون ما احس بانه انا عم اقدم احساسي فقط فكان التفاعل مع الجمهور وهذا من من ماهيات المسرح يعني تماما فكان عرض حي بالنسبه لي كان كثير كثير مميز عرضت بعد العرض طبعا ست ماري مشكورة قامت بجهود جميلة جدا من أجل هاي المسرحية وأنا بتمنى أنه إذا أقدر مرة تانية أقدم عمل بفينا مرة تانية وهلأ عم حاول على مسرحية انعكاس أو شبيجل أنه أقدمها انعكاس مسرحية بسموها بالألمانية بسيكولوجي كوميش شتوك يعني مسرحية كوميدية بس فيها حالة من علم النفس أو الفلسفة أو الآخرين ما شاء الله فأتمنى تلاقي النور في فيينا أنا قدمت المسرحية بأكثر من مكان بسالسبورغ بس هلا عم حاول بأنه مالك مخطط أستاذ تعمل دورات لإنشاء جيل من هدول الشباب اللي يجوا لهون عم يدعوا أنهم فنانين إن هن ممثلين كذا بحكم انه ما حدا هون يعني شو رايك انه والله لك انا تعمل لهم شيء فعلا انه تخليهم انه فعلا يكونوا حقيقي فنانين حقيقيين يعني هلا بدي حاول يعني بدي حاول انه استقطب مجموعه من الشباب واعمل فرقه مسرحيه بس بالبدايه انا بدي حاول اعمل مثل المعهد الصغير لتعليم التمثيل طب التمثيل طبعًا. مو بس نقول يعني طبعا عرفت كيف؟ إن يعني انا بشبه حالي اوقات بيجي مثلا ممثل جديد بيقول لي آه المسرح هو آه وبيعطيني مثلا نظريه بالمسرح انا بقول له المسرح مثل وقت انت طبعا هو تشبيه بعيد انما قريب على الحاله يعني <applause> انه وقت انت بتقدم لفحص السواقه مطلوب منك بحذافير تعمل اشياء لحتى تنجح تماما بس لما بتحصل على الشهاده انت بتسوق بايد واحده، ما صحيح. عندك مشكله. صحيح <applause> عرفت كيف؟ فانك انت تدرس المسرح هذا شيء جميل طبعا ومهم بس انت وقت بتكون على المسرح كل لحظه ابداع على المسرح هي عالم بحد ذاته. اوقات انت ممكن تتصرف على المسرح بطريقه ولا ادران اي كاتب انه اي انسان كتب عن المسرح انه يكون كتب بهي الطريقه وبهذا الـ 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 الابداع اللي انت عملته عرفت كيف؟ يعني حاله المسرح حاله متفرده مختلفه يعني ما شاء الله في كل لحظه من لحظات المسرح هي حاله مختلفه ما شاء الله فاتمنى انه اقدر اعمل هذا المعهد البسيط انه دورات لتعليم التمثيل من الاعمال اللي اشتغلتها كمان مسرحية في كل مكان مع المخرجة كريستا هاسفورد <applause> آه العمل تأليف آه مؤلف روسي اسمه فلاديمير كمان عم يحكي عن قصة اللاجئين ورحلة اللاجئين ما شاء <applause> الله جهله <بوجه> تحية للسيدة <applause> المخرجة <تصفيق> آه طبعا أستاذ أعمالك هدول اللي عملتهم حجن كلهم مصورين اغلبه مصور تقريبا معروضين في اليوتيوب مصورت. شيء معروضين في قنوات أه هلا بدي احاول انا كل الاعمال انه انزلها على اليوتيوب يعني اذا قدرت يعني رغم انه هي تقنيه بالنسبه لي معجزه <تصفيق> <صار> <تصفيق> نحن معك ان شاء الله حبيبي الله يعطيك العافيه شكرا استاذي كيف تعاملت معك الجهات الرسميه النمساويه؟ طبعا بيؤسفني انه اقول المسؤوليه اللي كانت تحتضن الكثير من الدول اللي كان يصير عندها حروب تحتضن تحتضن شعوبها يعني انه الشعب السوري يصير لاجئ اطلق عليه كلمه لاجئ مع الاسف بس مع ذلك الحياه مستمره تماما ف بد من تقديم اوراق لاثبات نفسك و و و ففي هون شيء اسمه السوسيال والاربايت امت اللي هو مكتب العمل كان في غاية الاحترام كانوا وما زالوا معي بغاية الاحترام يعني خفف من وطأة شعوري بانه لاجئ انه هي هذول هذول المكانين اللي مسؤولين عن اللاجئين نعم. كانوا وما زالوا في غاية الاحترام معي أنا بتصور إنه في غاية الاحترام مع الجميع بس نحن للأسف إنه بدنا الكمال وهذا يعني ببلدك أنت ما أخذت الكمال ولا حصلت على خمس, خمس الكمال تماما فكيف أنت هون عم تطلب الكمال يعني وعلى كل إنه عندهم مبدأ تكافؤ الفرص إنه أنت عندك شيء حابب تقدمه حابب تعمله حابب تشتغله حابب هن قدرانين يساعدوك بس انت لازم تساعد نفسك يعني. تماماً ولغتك الألمانية صارت حلوة؟ مجبر أخاك لا بطل صعب <applause> اللغات <applause> صح؟ <applause> هلا هي اللغة صعبة بس أنا كنت مجتهد آه كان لابد انه اتعلم اللغة آه دخلت دورات وما زلت عم بدرس اللغة الألمانية <applause> أه ودير دي داز و يعني كل لغات العالم فيها حرف أه يعني أداة تعريف واحدة إلا هون ثلاث أدوات تعريف يعني ليه يعني, <applause> يعني صار ليه ليه في دير دي داز يعني فهي بقدر ما هي لغة صعبة هي بس أنت لما بتمتلك مفاتيحها بتصفي الأمور بالنسبة لك أسهل يعني أقل شيء أنت لما بتقدر تكون عندك كميه من الكلمات المحفوظه والافعال المحفوظه قدران انت تقدر تدخل على هيدي الارتكل او الديردي داز الحروف او حروف التعريف يعني تماما فقدران تدخل عليهم وانت فهمان شو عم تعمل يعني فكانت اللغه بقدر ما هي صعبه بقدر ما هي مفتاح لاي لاي انسان كل شيء موجود يعني بحاجه هون صح استاذي رسالتك للسوريين الموجودين الان في اوروبا رح نختم فيها طبعا انا بطلب من كل سوري موجود في اوروبا ان يكون سفير لسوريا سوريا المستقبل بمسرحيتي وسط الدنيا قلت كنا, كنا نتباهى بكل شيء يزرع ونصدر حصيلة على الأدوار كثيرة الآن أصبح, أصبح, أصبح نزرع في كل, كل مكان, كل مكان وطن زراعة. زرعنا لا أعرف ماذا تنتج من بس بتمنى أنه لما نرجع نرجع نزرع زيتون نزرع حب نعلم اطفالنا كيف يعيشوا المستقبل لذلك انا بطلب من كل انسان او عائله موجوده في اوروبا ان تكون سفيره لسوريا المستقبل لانه وقت بصير خطا بقول السوريون او السوريين اللي عملوا الخطا ما بقولوا فلان تماما فاتمنى انه ينتبهوا على هذا الموضوع كثير كثير ولما بينجح بيقولوا السوريين نجحوا تمام السوريين عملوا اتمنى انه يجي وقت يعني ما احس ولا باي خوف على اي سوري موجود في اوروبا ان شاء الله بتكون رسالتك وصلت راح اضطر اسف الى انهاء الحلقه لاني وقتنا انتهى تشرفت فيك سازي وانا لي شرف كبير انه جالس امام قامه مثل حضرتك وان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب وشكرا جزيلا للقاء خلي ليك خليك لي الف شكر شكرا اصدقائي وهيك تكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم أتمنى ان تكونوا قد استمتعتم لنا لقاء اخر والسلام عليكم